ازيكم حبايبي متابعين عائلة أم زياد؟ النهاردة هعمل معاكم فيديو روتين بقى في آخر نهار يوم وقفة رمضان. زي ما انتم شايفين معايا هنعمل بقى الأكل الجميل دوت، الفطار بتاعنا في آخر يوم في رمضان، ونوضب الشقة وترتيبات العيد بقى وتجهيزات العيد. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الأمة الإسلامية جميعا بره مصر وداخل مصر. وتعالوا بقى وكل سنة وانتم طيبين، وتعالوا يلا نشوف عملنا ايه في يومنا. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين عائلة أم زياد. النهاردة هعمل معاكم فيديو جديد في آخر نهار رمضان، وقفة العيد بقى. كل سنة وانتم طيبين، نعاد عليكم سعيد عليكم يا رب. النهاردة بقى قلت هعمل معاكم التفنيشات الأخيرة. طبعا انتوا عارفين الترويقات ما بنخلصش منها، طبعا يوم طويل ما اقدرش ان اصوره كله طبعا، فقلت اصور لكم في النهائي بقى وخلاص. حبايبي متابعيني ما تنسوناش بقى تعملوا لنا لايك وتقولوا لي رايكم في الفيديو بتاعنا. وكل سنه وانتم طيبين. لسه ما اشتركش في القناه فضلا وليس امرا، اشترك في القناه وفعلنا زر الجرس عشان يوصل كل جديد من المزيان. هنا بقى انا في الصاله عملت شويه تدوبات، انا فرشت ومسحت وكل حاجه وغيرت الفرش وغسلت وكل حاجه، وفاضل بقى في شويه فينيشات في الاخر هنعملها معاكم. والمطبخ بقى اللي ما بنخلصش منه طبعا هنعمله معاكم، وان شاء الله يا رب يكون الروتين بتاعنا النهارده خفيف عليكم. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. زي ما انتم شايفين معايا كده انا مسكت الصاله وروقتها وفرش الفرش. لسه هبدا بقى ان انا ايه اعمل الحاجات البسيطه اللي هي بتبقى في الاخر، هنعملها بقى معاكم في السريع ونوريكم. تعالوا بقى يلا بينا نشوف هنعمل ايه، والمطبخ بقى طبعا هنشوف برضو هنعمل فيه ايه، ونوريكم بقية تفنيشات الشقة في الاخر ان شاء الله. يلا بينا. وجينا بقى هنا في المطبخ، طبعا قلنا نسيب الصاله هنوريها لكم بعد ما نفرش في الاخر، وقلنا بقى نوريكم المطبخ بقى شايفين عامل ازاي. ضربيه اللي لسه ما عملتش في اي حاجه، بس المطبخ انتوا عارفين ان هو صغير ما بياخدش معايا وقت. اما نعمل الفطار ونجهزه، وبقوم فرشاه بقى في الاخر، لسه ما فرشتش اي حاجه اهوت. بصوا لسه هفرش بقى في الاخر ان شاء الله. بخليه للاخر دايما لانه المواعين ما بتخلصي منه، وبحب اعمله في الروقان بعد الاكل. هنا بقى معايا الترمس، هنبدا بقى نسلقه. انا عامل امبارح اهوت، هنبدا بقى ان احنا نسلقه ونحطه في البتاع ونعمل الفطار معاكم برده، ونروق المطبخ. كل حاجه دي في السريع ما بتاخدش منه مزيد اي وقت. ويلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه في المطبخ بتاعنا. هنبدا برده طبعا نغسل المواعين ونظبط بقى الحوض ونظبط، انا مسح السيراميك وكل ده قبل رمضان، لان بحب في العيد بقى اعمل الفينيشات الاخيره او التلميعات الاخيره زي ما بنقول. يلا بينا بقى هنحط نبدا بالترمس نحطه يستوي لانه بياخد وقت معانا شويه. ونبدا بقى معايا اللحمه برده نحطها تستوي، الحاجات اللي بتاخد وقت نحطها على البوتاجاز تستوي، ونرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت بقى التوضيبات الاخيره في الصوابه. كده الصاله خلصت زي ما انتم شايفين معانا. بصوا اهوت خلصتها كلها اهو. كده خلاص خلصت كل الصاله معانا اهوت. هنبدا بقى فاضل الطرقه، لسه هفرشها واحط الدواسه قدام الباب. والمطبخ بقى المطبخ اللي ما بيخلصش ابدا. انا قلت كده اوريكم حاجه حاجه، تعالوا بقى اوريكم الاوضه جوه. خلصناها برضو هنا، برضو الاوضه هي خلصت الستارة اتركبت كله تمام، كله كده تمام اهوت. فرشناها، تعالوا بقى نوريكم الأوضة التانية. دي بقى الأوضة التانية بتاعت الأولادي اهوت. كده خلاص برضه خلصتها شطبتها فرشتها اهوت تمام معانا كده تمام اهو. اهو كده تمام. فاضل بقى المطبخ، هنروح بقى على المطبخ. وبعد ما خلصنا زي ما انتم شايفين معايا الصاله، نخش بقى على الطرقه. خلاص اهي كده فرشتها رخرة اهي، خلصت هنا برضو الطرقه وفرشتها. وتعالوا بقى اما نخش المطبخ برضو، فرشته اهو معانا المطبخ اهو اهو، فرشته برضو كده. انا خلاص بقى ايه خلصت المطبخ كمان. نبدا بقى معانا هنا بقى الاكل، وخلصت مفيش مواعين اهو. لسه بقى الحوض ده بقى نغسله الاخر. هنا بقى عملت الملوخيه، غسلتها اهي عشان اعملها بقى واعمل الفطار. اخر يوم بقى في يوم الوقفه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى الجميع.
هنعمل بقى الفطار بتاعنا اللي هي هنعمل فتة وجنبه طبق ملوخية كده حلو، وخلصنا كده معاكم. هنا بقى اللحمة زي ما انا كنت هقول لكم ان انا بسويها، هي سويتها وخلاص خلصت معانا كده، هي استوت هطفي عليها بقى. هنا برضو نفس الحكاية، انا الترمس اهو خلصته وسويته، بس سايباه بقى يبرد شوية علشان اغير له ميته واحط له الملح بتاعه وكده خلاص. يبقى دي يومنا بقى، وفاضل بقى طبعا بعد الفطار بيبقى المواعين والتشطيبات الأخيرة هنعملها بقى، ونقول لكم كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير، ونعاد عليكم دايما بالخير يا رب، وعيد سعيد عليكم وعلى الجميع بره مصر وداخل مصر، كل سنة وانتم طيبين حبايبي، وعيد سعيد عليكم يا رب، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدامي يا حبيبة نعمل معاكم بقى الفتة الجميلة، تعالوا بقى نشوف هنعملها مع بعض ازاي، يلا بينا. وهنا بقى حطينا معلقتين خل وعليهم حبة ثوم عشان تطلع فتة بالخل والثوم، ونبدأ نشوحهم كده مع بعض، ونبدأ نحط عليهم العيش ونشوح بقى العيش مع بعض كده في الخل والثوم، يديلها ريحة حلوة وجميلة. الطريقة دي حلوة أوي وسهلة، العيش ناشف طبعا. هنيجي تقلبي فيها كده، تشوحي فيها لما طعم الثوم ياخد لون. هنا سبتها بقى اهو تبدأ قدها مغرفة شوربة، تطري العيش بس يعني متبقاش ناشفة. الطريقة دي حلوة وجميلة كده بقى. انا هسيبها معانا شوية واغطي عليها شوية واسيبها معانا شوية تطرى شوية. هنا بقى انا عاملة الرز، بعمل الرز اهوت معانا بسم الله ما شاء الله عشان ابدأ احطه عليه. وهنا عاملة الصلصة معانا اهي بسم الله ما شاء الله اهي عشان نبدأ نحط عليها، بس لما نخلص بقى الرز يستوي هنرجع ونقول لكم عملنا ايه في الخطة وشغلناها. وهنا بقى خلصت الرز معانا اهوت بسم الله الرحمن الرحيم اهو بسم الله ما شاء الله خلص معانا. هنبدأ بقى نحطه على الفتة، هنعمل هنا بسم الله ما شاء الله اهي، هنديها حبة صلصة كده، وناخد هنا رز انا هاخد معلقتين رز واقلبهم في واقلبهم كده في العيش عشان يبقى رز متطعم بالعيش، تبقى طبعا طبقه جميله كده، انا بحب اعملها كده. واكله اكله حلوه وخفيفه وسهله بس كده. هبدأ بقى ان انا احط الرز بقى طبقة عليها واحط عليها الصلصة. وهنا بقى هبدأ احط لها الصلصة معانا بسم الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى الجمال والحلاوة، ريحتها جميلة جميلة تحفة، مش هقول لكم على الحلاوة والجمال بتاعت الفتة. ودي كانت الطبق الفته بتاعتنا بقى النهارده، وعملنا بقى جنبها هنعمل عملنا لنا الملوخيه الجميله طبعا كنت عاملاها معاكم قبل كده، والحمر اللحمه بقى جنبها وطبق مخلل والشوربه، يا سلام واحلى اكل. نقول لكم بقى الاكل في الاخر شكله عامل ازاي وكده. واحنا معاكم بقى في الاخر خلصنا الاكل اهوت، وادي اخرة الفته، وادي الفته بتاعتنا الجميله واللحمه، ودي كانت اخر سفره بقى في رمضان. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى الجميع. ما تنسوناش بقى بلايك وشير وكومنت حلو منكم، تقولوا لي ايه رايكم في الاكل ده. يلا نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.